بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم؟ عاملين ايه النهارده؟ يوم جديد وحلقه جديده خطيره ان شاء الله يا رب تعجبكم. عاملين وصفتين لذاذ قوي وسهلين جدا جدا. طبعا احنا معاكم على الهوا وهستنى كل تليفوناتكم تنورونا في الحلقه، تقولوا لنا بقى كل اللي انتم عايزينه. اول حاجه هنعمل حواوشي السجق. حواوشي السجق ده سهل قوي، وصفه حرشه كده ولذيذه ومش هياخد مننا وقت ابدا. هقول لكم ازاي نعمله كده في الانجاز، حاجه سريعه نخلص بيه، وفي نفس الوقت كمان ممكن نسويه في الفرن لو هنعمل عدد رغيفه كتير عشان يخلص مره واحده، او لو رغيفين ثلاثه كده ممكن نعملهم على الجريل على النار. هقول لكم ده وهقول لكم جميله وسهله عشان ما نوقفش كتير في المطبخ ومنفرهد، وفي نفس الوقت ناكل حاجه كده حرشه بقى، غير بقى الرز والخضار والفراخ واللحمه والحاجات دي. فان شاء الله يا رب الوصفه تعجبكم. والوصفه الثانيه هنعمل سلطه البطاطس المشويه، حلوة قوي. شوية بطاطس كده شويناهم في الفرن، هنحط عليهم شوية مكونات وتبقى أحلى طبق سلطة، ده كده يتاكل لوحده من حلاوته وكامل متكامل. هنحط فيه طبعا بطاطس نشويات، ومعانا بسطرمة، ومعانا خضار، ومعانا مايونيز. بصوا يعني سلطة حلوة جدا جدا، هتجربوها هتعجبكم إن شاء الله. قبل ما نخش بس في الحواوشي هنطلع فاصل بسرعة قوي ونرجع نعمله على طول، فخليكم معانا. انا جيت هنعمل اول وصفه دلوقتي كده على طول، الحواوشي، حواوشي السجق. وصفه حلوه جدا جدا وسريعه، وزي ما قلت لكم ما نوقفش كتير في المطبخ. ايه بقى القصه؟ انا معايا سجق بلدي متقطع كده ايه مكعبات صغيره عشان يبقى جوه الحواوشي كده، ما يبقاش ايه كتل كبيره، تمام؟ متقطعه كده حتت صغيره. وطبعا يفضل ان انتوا تجيبوا السجق كده من جزار انت بتتعاملي معاه وعارفه ان هو ايه نظيف كده وبيعمل سجق حلو. هنقعد غالبا شويه كده كل حد فينا يجرب مره من هنا مره من هنا لغايه لما ايه بقى تقولي ايوه هو ده، ونجيب من عنده السجق، تمام؟ هنحتاج ايه بقى؟ معايا طبعا عيش بلدي علشان الحواوشي، معانا بصل، فلفل رومي، معانا شويه من الطماطم لو تحبوا، ممكن كمان معلقه سمنه على معلقه زيت علشان ندهن بيها الرغيف سواء اذا كنا هندخله في الفرن او هنعمله على الجريل، ومعايا كمان شويه من الجبنه الموتزاريلا، وطبعا ملح وفلفل كده حاجه خفيفه وبس. عايزين تحطوا كمان شطه او قرن فلفل حامي مع السجق مفيش مشكله، ولا اي حاجه تاني، بس خلاص كده. انا هنا اول حاجه هعملها عايزه اسوي السجق قبل ما احطه جوه الرغيف. انا هاخد السجق الحلو ده ومعايا الطاسه هنا سخنه، وننزل بالسجق. هو السجق طبعا مليان دهون، فالدهون اللي فيه هتتشوحه من غير ما نحط احنا زيت ولا اي حاجه كده. انا عايزه بس ايه اشغل النار هنا على الجريل. هنا السجق الحلو ده اهو، هو هيفضل ينزل دهونه، الله ريحته حلوه، وهيتشوي وهيستوي وهيبقى خطير. معانا مين؟ معانا استاذه جيهان. الو، انا هحط بصل. اهلا اهلا، ازيك؟ حبيبه قلبي الله يخليكي، اخبارك ايه؟ الحمد لله، انت عامله ايه؟ زي الفل الحمد لله يا حبيبتي، الحمد لله. قولي لنا عامله اكل ايه النهارده؟ عامله جبنه قريش بالقوطه وفلفل وخيار. يا عيني يا عيني، افتحوا لي الباب انا جايه. يا عيني يا مروه يا عيني. حبيبه قلبي الف هنا وشكا وتسلم ايدك. بصي يا اروى، انا عايزه اعرف طريقه البلو بيف، بس بصي عايزاها عملي عشان احفظ البلو بيف. اه حاضر، عينيا نعمله مع بعض. حاضر، سهل جدا. ماشي حاضر. عايزه ايه اشوفك انت بتعمليه ازاي عشان اعرف اعمل طريقة. حاضر، ده انت فكرتيني بالبلوبيف ده، ياه ماشي نعمله نعمله على طول. وصفه سهله جدا وفعلا طبعا نعمله في البيت اكيد اكيد انضف طبعا. تسلمي يا حبيبه قلبي، نورتيني، متشكره قوي. انا حطيت الفلفل الاخضر وحطيت البصل. عايزين تحطوا طماطم ممكن نحط شويه صغيرين كده، او عايزين تحطوا فلفل الوان برده مفيش مشكله. هنرش ملح وفلفل كده، وطبعا السجق علشان احنا مقطعينه صغير زي ما انتم شايفين ما مش هياخد وقت ابدا، وهيبقى كده ايه مستوي والخضار يدبل. بس هي دي كده حشوه الحواوشي. تعالوا نجيب بقى رغيف هنا كده حلو اهو، رغيف بلدي كده جميل، افتحه كده وايه وناخد من الخلطه
المعلقه دي كويسه اهو. ناخد بقى السجق الحلو ده وندخله جوه الرغيف كده، واعملي بقى رغيف محترم ما يبقاش فاضي كده، يعني خلي بالك كده ايه ان الدنيا تبقى السجق كده مالي الساندوتش بالشكل ده بس كده اهو. هاتيه لنا كده يا استاذه سموره من فضلك. الله بصوا، ومعايا بقى شويه جبنه موتزاريلا هنحطها كده على الوش، او ممكن جبنه شيدر، او مش عايزين تحطوا جبنه خالص مفيش مشكله، بس هي الجبنه بقى معايا هتخليهم كده ايه طعمهم حلو جدا، وكمان الجبنه سايحه بقى مع السجق بقى تبقى خطيره. بس كده ونقفل الرغيف الحلو ده ونحط هنا الجريل اللي جنبي. معانا بقى سمنه وزيت، هندهن الرغيف الحلو ده كده بحته سمنه. لو مش هتعملوها على الجريل زي ما انا هعمل دلوقتي، هندهنه كده بحته سمنه وزيت ونرصه في الصاج بتاع الفرن، وفرن سخن درجه حراره درجه الحراره بتاعتها 180 في الرف اللي في النص لغايه ما الحواوشي ياخد لون تقريبا 10 دقائق، وبعدين تقليبي الحواوشي الناحيه الثانيه، فاهمين قصدي؟ علشان ياخد لون حلو من الناحيتين اهو كده. انا بدهن كده سمنه، والبقيه السمنه دي برضه احطها هنا كده في الجريل. هناخد رغيف الحواوشي الحلو ده، السجق مستوي وكله تمام، عايزينه بس كده ياخد لنا لون حلو والجبنه تسيح ونطلعه على طول نقطعه خطير. ولو عايزاه مقرمش شويه تسيبيه ياخد لون شويه مفيش مشكله. ولو عملتي كميه من الحواوشي وحصل ان هو برد، يعني مثلا خلاص برد وعايزه ترجعي تسخنيه تاني، افضل طريقه تسخنيه بيها مش المايكرويف بقى لا خالص، يا اما في الفرن يا اما برده على الجريل علشان يصحصح معاكي ويرجع تاني يقرمش كده ويشد، يبقى كانك لسه عاملاه حالا. عايزين بقى نقلبه كده. ايه ايه الاخبار يا حواوشي؟ اهو لسه هياخد كده لون ويبقى واخد التقليمه كده بتاعه الجريل الحلوه دي، والجبنه تبقى سايحه وبيبقى خطير. انا اي حاجه حواوشي بموت فيها، زي ما قلت لكم قبل كده انا بحب العيش قوي، من الناس اللي بتاكل عيش كتير كده. كده ايه لسه شويه محتاجه الجبنه تسيح، بس هنلاقي ايه العيش مقرمش بيقرمش اهو، هو ياخد الشكل بتاعه وانا هقطعه قدامكم ونطلعه كده ايه اوريكم شكله الخطير. عايزه ايه انضف القرمه دي كده. احنا عملنا قبل كده مع بعض كمان حواوشي الكبده، طبعا ده رهيب، وعايزين برضو نعمل حواوشي الكبد والقوانص، يا خبر عليه وعلى حلاوته. وبرضو في تاني حواوشي اللي هو الحواوشي المزاليكا ده اللي هو عباره عن الكبد والقلوب والكلاوي، بيبقى برضو خطير. نقلبه الناحيه التانيه كده ونشوف ايه الاخبار. احنا عايزين نقطعه اهو. يا سلام بقى لو شوية فحم بقى كمان، بيودي الحواوشي ده في حتة تانية خالص. او نشغل فحمية بعد ما نخلص رغيفة الحواوشي كلها علشان تعمل لنا بقى ايه دخنة الفحم كده في الحواوشي، تبقى خطيرة كده. السجق ده كده خلاص بقى نطفي عليه النار كده. وانت اخبارك ايه يا رغيف؟ اهو خطير. القطعه بتاعتي مش هنا، مش مشكله، نجيب السكينه اللي ورا دي تعالوا نقطعه بقى سوا مع بعض. تعالى يا حواوشي يا حلو، بصوا ازاي جميل وكرانشي، يعني في كده صوت القرمشه
خطير كده، نقطعه كمان كده. حاضر يا استاذه سمر، بقطع الحواوشي بس، يعني الحواوشي يا استاذه سمر ولا الفاصل؟ الحواوشي طبعا طبعا، الفاصل بيروح ويجي لكن الحواوشي ده بس كده. خطير يا جماعه، اهو يستاهل بقكم احلى حواوشي سجق. قوموا اعملوه على طول وخلصوا الغدا وبالف هنا وشفا. وينفع طبعا نحط جواه اي حاجه، الحاجه الوحيده اللي ما ينفعش نحطها جواه مستويه هي اللحمه المفرومه، لكن الكبده تبقى مستويه، او المزاليكا اللي هي الكبد والقلوب والكلاوي لازم تبقى مستويه، الكبد والقوانص بتاعت الفراخ لازم تبقى مستويه، لكن الحواوشي اللحمه المفرومه هو اللي لازم نحط اللحمه المفرومه نيه فيه وبيستوي ويبقى خطير. جربوه ان شاء الله يعجبكم، احنا عاملين منه طبق كبير هناك اهو بنفس الطريقة، أو ممكن يا جماعة تدخلوه الفرن خصوصا لو هتعملوا أكتر من رغيف على درجة حرارة 180 في الرف اللي في النص 10 دقايق، هنلاقيه من تحت كده اتحرمش، نقلبه الناحية التانية كمان 10 دقايق ونكون دهنين الرغيف حلو قوي بالسمنة والزيت عشان يبقى مقرمش كده ولذيذ. فاصل بقى بسرعة جدا ونرجع بعد الفاصل نعمل سلطة البطاطس المشوية الخطيرة، خليكم معانا. أنا جيت هنعمل الوصفة الثانية الخطيرة، شوية سلطة كده لذيذ جدا، سلطة البطاطس المشوية هتعجبكم قوي قوي قوي. إيه بقى القصة؟ أنا معايا البيبي بوتيتو دي، طبعا مش شرط أبدا يكون عندك البطاطس اللي هي البيبي دي، لا ممكن البطاطس بتاعتنا الكبيرة وتقطعيها مكعبات. هندخلها الفرن، هنرش عليها رشة ملح وفلفل ومعلقة كبيرة كده ولا معلقتين كبار من زيت الزيتون، وندخلها فرن سخن درجة حرارة 200 في الرف اللي في النص تقريبا لمدة 20 دقيقة، البطاطس تتشوي تمام، فتبقى مشوية ولذيذة جدا بالملح والفلفل وزيت الزيتون. عايزة تحط لها زعتر، عايزة تحط لها روزماري، هتبقى برضو لطيفة وهتبقى منكهة وحلوة قوي. ده أول حاجة البطاطس. ويا سلام بقى لو انت اصلا عاملاها وعايزه بقى تعملي لها اعاده تدوير بشويه مكونات كده بسيطه تعملي طبق سلطه محترم. ايه بقى؟ معانا كوبايه من المايونيز، ممكن تجيبي مايونيز لايت وممكن تستبدلي المايونيز بزبادي، بس هيبقى فيه اختلاف في الطعم، احنا كده كده اصلا هنحط معلقه كبيره من الزبادي، بس انت ممكن تعكسي يعني تخلي كوبايه زبادي ومعلقه كبيره من المايونيز لو انت عندك مشكله ان المايونيز كده هيبقى كتير وهيبقى دسم، فاحنا ممكن نبدل الحكايه دي، طعم السلطه هيبقى برده حلو جدا ومقبول وزي الفل، بس انا احبها اكتر بالوصفه الاصليه ان الزبادي هو اللي يبقى، قصدي المايونيز هو اللي يبقى اكتر من الزبادي تمام. فهنحط كوبايه مايونيز، معلقه كبيره من الزبادي، معانا كمان معلقه كبيره من المستردة هتعمل طعم تحفه، معانا كمان عصير ليمونه كبيره، معانا بقدونس بقى مفروم، معانا ممكن كمان كزبره خضراء مفرومه، يعني اقصد بمفروم يعني متقطع بالسكينه كده، ملح وفلفل اسود، ومعانا بصل احمر شويه كده من البصل الاحمر، هاتي كده بصلايه اصغر بصلايه عندك، انا والله وانا بجيب البصل لازم كده اجيب مثلا 2 كيلو بصل كله صغير جدا، مش عشان اعمله حاجه قورمه او حاجه، لا علشان اخد منه لو عايزه احطه في السلطه، محتاجه في اي وصفه شويه بصل صغيرين ما اضطرش اخد البصلايه الكبيره دي واقطع منها. فبصلايه صغنونه كده متقطعه صغير هتبقى حلوه قوي، او ممكن نستبدلها بالبصل الاخضر تمام. ومعايا بقى ايه، حتت من البسطرمه، شويه بسطرمه حلوين كده مع السلطه هيودوها في حته تانية خالص، هيخلوا طعمها تحفه، نكهه البسطرمه معاها هتبقى حلوه جدا. وبس كده ولا اي حاجه، وهنحط المكونات دي مع بعض ونعمل الطبق السلطه الخطير. هنحضر طبعا اول حاجه الدريسنج، هنحط المايونيز والزبادي والمستردة، ادي اهو كوبايه المايونيز زي ما اتفقنا، ممكن نخلي بدل كوبايه المايونيز كوبايه زبادي ومعلقه كبيره من المايونيز، لكن هنا في الوصفه دي يعني الاصلي بتاعها كوبايه مايونيز ومعلقه زبادي ومعلقه مستردة
وشويه بقدونس وكزبره كده، كزبره خضراء والبصل الاحمر زي ما قلت لكم، هناخد كده شويه صغيرين مش كتير، وهنحط ليمون، عصير كده ليمونه كبيره، وملح وفلفل، ملح وفلفل، ومعانا زيت الزيتون كده تقريبا كده معلقه كبيره او معلقتين كبار حسب الكميه اللي انت حطاها. عايزه نقلب الكلام الحلو ده كده مع بعضه، ريحته تجنن كده اهو، وشويه البسطرمه كده، ونقوم بقى حاطين البطاطس المشويه الجميله دي، وزي ما قلت لكم لو حبيتوا تنكهوها بالزعتر او الروزماري هتبقى تجنن اهو كده، ونقلب شوكه بقى يا ست الكل، وبالهنا والشفا على الطبق الخطير ده اهو. هنحطه في البوله الحلوه دي. حاضر يا استاذه سمر كده، لو تخلوا بالكم احنا البطاطس شويناها بقشرها بتبقى لذيذة جدا، بالذات البطاطس الصغيرة دي، لكن انتوا طبعا تقدروا تقشروها عادي، انا نسيت اقول الحكاية دي وانا بشرح يعني. بس كده رشة كده خفيفة من الكزبرة على الوش، ممكن كمان ايه كام حتة كده ايه بسطرمة، يعني علشان تبرز السلطة وتبين ان السلطة دي فيها ايه حتت كده من البسطرمة. بس كده يا جماعة، طبق سلطة خطير ضروري ضروري تجربوه، وهو قابل برضو للاضافات لو عايزين تحطوا معاه مثلا بدل البسطرمة صدور فراخ مشوية كده متقطعة حتت، عايزين تحطوا ذرة هتبقى برضو حلوة جدا، ذرة صفرة هيبقى خطير. الحلقة خلصت، يا رب تكون عجبتكم. عملنا أول وصفة مع بعض، الحواوشي، حواوشي السجق زي ما انتوا شايفين، وصفة جميلة وحرشة وسهلة، مش هنقف كتير في المطبخ، وحاجة كده ايه تشبع ولذيذة. عايزة لها بس كده ايه شوية طحينة، شوية تومية كده نغمس فيهم اربع السندوتشات الاربع الحلوة دي بتاعت السجق، ان شاء الله يعجبكم. والوصفة التانية سلطة البطاطس المشوية بالمايونيز والزبادي والبسطرمة، وصفة حلوة جدا برضو وخطيرة. يا رب تكون الحلقة عجبتكم والوصفات كلها عجبتكم، جربوها كده قولوا لي ايه رأيكم. وطبعا كل الوصفات دي بتنزل على قناة اليوتيوب بتاعة قناة النهار، هتلاقوا كل وصفة في فيديو كده مختصر تتفرجوا عليها اوام عشان تطبقوها وتعملوها في البيت. وبشكركم جدا جدا انتوا بتتفرجوا عليا، شوفوني كل يوم الساعة 1:30 على قناة النهار. باي باي.